عم تتعشي؟ عيلتك جنبك؟ ايه. شغلي مكبر الصوت. شو قلت؟ انا عم قول شغلي مكبر الصوت. مين اللي اتصل مهيك؟ هاد الشوري اكلنا. بده يعني يشغل مكبر الصوت. طيب شغلي خلينا نسمع. انا اسف ازعجتكم بهذا الوقت، بس في شغله مهمه. نسيت لكم وقت اللي اجيت على بيتكم اليوم اني عازمكم على تصوير برنامج الطباخ المحترف. بدي اياكم كلكم تكونوا موجودين وقت مهيك بتطبخ. يعني بدي تدعموها إيه؟ قدام الكاميرا وتهتفوا لها وتشجعوها. لهذا السبب بدي منكم تكونوا حاضرين معنا بكره، ورجاء الكل يكونوا موجودين وما حدا يتغيب، وخاصة حضرتك. حضرتك يا ست كانتا، انت اول وحده بالقائمه. شو موافقه؟ ايه تكرم عيونك، لا تقلق منوب، كلياتنا جايين. منيح، بشوفكم بكره لكان. تصبحوا على خير. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.